في هبوط مستوى في، لكن انا مش مستكتر انه النادي الاهلي يبقى عنده خمس ست مهاجمين بهذا الشكل. لا، اللاعب احمد الشيخ القادم من طبعا من مصر المقصه للنادي الاهلي كان عليه خلافات كثيره في الفتره المقبله، هل هو مقيد هيتقيد مع النادي الاهلي، هل يلعب المباراه مش هيلعب المباراه، كان في خلاف ما بين النادي الاهلي وبين اتحاد الكره، ممكن يكون على دكه البدلاء، لسه طبعا هنعرف في ال 18 الموجودين لسه هنعرف المتواجد بالنسبه لاحمد الشيخ. السؤال اللي انت كنت بتساله يا كابتن اللي هو راسين حرب تحتيه واحد، انا كنت بلعب كده وثلاثه نص ملعب. تمام. ثلاثه نص ملعب انا كنت بلعب كده. لكن دي هتاثر على الثلاثه اللي موجودين، لان هتاثر يعني عندك مؤمن وعندك